Good morning, Sadas. How are you? I'm Radhi Hernandez from 3IQ Academy. Open your class book, page 48. Open your class book, page 48. Today we have a new grammar, the passive. The passive. الباسيف يا مس معناها when you don't know the subject of a sentence. يعني أنا هنا عندي ما بعرف مين the subject. Subject means الفاعل. معناته أنا هنا ما بعرف مين هو الفاعل. الفاعل who does an action, هو اللي بيعمل الحدث. الفاعل هو اللي بيعمل الحدث. مثلا نأخذ هنا هيك مثال. علي eats an apple. هلا انا هنا عندي علي هو subject, eats اللي هو verb 1, an apple اللي هي عندي اياها object. هلا who does eat an apple, مين يلي اكل التفاحة؟ علي. معناته علي هو اللي بيعمل بالحدث. علي أكل التفاحة. معناته who does eat an apple, علي. مين اللي أكل التفاحة؟ علي. طيب أنا هنا حكيت علي eats, معناته which tense, أي زمن؟ عندي هذا زمن simple present means المضارع البسيط. المضارع البسيط معناته أنا هنا عندي المضارع البسيط. هلا أنا هنا عندي المضارع البسيط بدي أحوله للباسف, بدي أعمل أشتغل فيه بالباسف. بحكي للباسف when you don't know the subject, يعني أنا لما ما أكون عارف السبجكت, ما بعرف مين هو. كيف بدي أجي أكتبها؟ بحكي لي simple present بالباسيف, أنا بدي أحط لها is if it's singular للمفرد يعني, و are if it's plural جمع. معناته هاي أنا عندي إياها للسينجولر وهاي عندي إياها للجمع. طيب هلأ بدي أستخدم معاها برضو الفيرب 3, معناته بدي أحط is or are plus verb 3. هاي بحالة الأفيرماتيف الإثبات. طيب بحالة النفي يا سادس بدي أحكي isn't, aren't plus verb 3. يعني أنا هون شو بس ضفت؟ ضفت النات, ضفت لها النات. نشوف مثلا هذا المثال. هلا انا هاي عندي اياها جمله فيها subject verb 1 object. كيف انا بدي احول الجمله هاي للباسيف؟ اول اشي انا بدي اخذ الاوبجكت بدي اخليه اول واحد, يعني بدي احكي an apple, an apple. هلا انا عندي an apple singular or plural؟ بما انه انا عندي الارتيكل ان معناته it's singular مفرد. معناته an apple is ولا are? is. an apple is معناته انا بأي اساس بختار الis والار؟ على اساس الobject. انا بختارها على اساس الobject. an apple is والverb eat. شو الverb 3 من eat؟ سنتم يا سادس eaten. معناته an apple is eaten, التفاحة أكلت. التفاحة أكلت تمام. علي أكل التفاحة. هون التفاحة أكلت, مين اللي أكل التفاحة؟ ما بعرف. معناته هون أنا ما بعرف مين أكل التفاحة. هلأ ممكن أستخدم الباسيف لما يكون أنا عندي الأوبجكت أهم من الفاعل السبجكت. معناته أنا لما أحكي عن الأوبجكت إنه هو أهم من الفاعل, فبأخر الفاعل لآخر إشي بحكي باي علي.
إيه أنا جبت سيرة علي، لكن مو مهم أنا مين عندي، المهم الأوبجكت. تمام. طيب نأخذ مثال تاني يا سادس، بحكي لي many kinds of chewing gum are made. many kinds of chewing gum are made. أنواع عديدة من العلكة، العلكة اللي أنا بعلكها يعني العلكة اللي ناكلها are made، صنعت. معناته هلأ حكالي مين هو اللي صنع العديد من أنواع العلكة؟ ما حكالي، جاب سيرة السبجكت ما جاب سيرته. معناته هون أنا عندي many kinds of chewing gums، هس أنا هون عندي plural جمع، بمنها جمع حطيت are والverb خليته made. هي أصل هالجملة إنهم يكونوا حاطين للسبجكت وحاطين لإيش make many kinds of chewing gum، أو مثلا نيجي نحط مين people، لا نفرض إنه subject هو people، الناس صنعت، بما إنه الناس صنعت العديد من أنواع الحلكة، فأنا هنا شو عملتها؟ الفاعل people، الverb one هو make، الobject هو many kinds of chewing gum. لو بدي أجي أحولها للباسف بدي أخلي أول إشي الobject، خليته شو أول إشي. هلأ kinds هي جمع، أنواع من العلكة معناته جمع حطيت are. الmake شو الverb three منها؟ made، معناته صارت عندي many kinds of chewing gum are made. الجملة الأصلية هاي الجملة people make many kinds of chewing gum، بدي أخليها للباسف بدي أحكي many kinds of chewing gum are made، مثل الجملة اللي عندي إياها هون. جملة تانية، tea isn't grown in England. tea isn't grown in England، بحكي لي الشاي لا ينمو في إنجلترا. هلا انا هون عندي بحكي تي بالمفرد isn't الفيرب 3 grown in England، معناته انا هون عندي اياها اصلا الاوبجكت. تمام، انا جبت الاوبجكت لاول شيء اوبجكت، بعدين عندي اياها نفي تي is singular معناته isn't مع الفيرب 3 grown in England. واضحه يا سادس؟ معناته الباسيف البريزنت سيمبل بدها تصير عندي از ار مع الفيرب 3، انتوا بس مطلوب منكم تحطوا الاز والار مع الفيرب 3. سينجولار از بلورال ار، نيجاتيف ان سينجولار ازنت، نيجاتيف ان بلورال ارنت. تمام، معناته انا بس علي اني انتبه للاول اشي واشوف اذا هو مفرد او جمع واكون حافظ التصاريف. طيب معناته حكينا عن الـ present simple لما we don't know the subject، ما بنعرف الفاعل، أو حكينا أنا بعرف الفاعل لكن it's not important، الفاعل مو مهم فحطيته بالأخير باي علي. طب الـ past simple يا سادس، الـ past simple بحكي لي أنا بدي أستخدم الـ was والـ were، was for singular where for plural معاها الverb 3. تمام، هاي بحالة الأفيرماتيف، بحالة النفي wasn't weren't. طيب هلا بيحكي لي مثال factories were opened by companies، بيحكي لي المصانع فتحت من خلال الشركات. الجملة الأصلية لإلها بيحكي لي companies opened factories، الشركات فتحت مصانع، الشركات فتحت مصانع. انا هون عندي اياها verb 2
معناته verb 2 معناته شو؟ معناته simple past. ال verb 2 يعني simple past، بحكي أنا بدي أحولها للباسف. Companies هي subject. ال opened verb 2. Factories هي ال object. أنا كيف بدي أحولها لباسف؟ بدي أحكي ال object بدي يصير أول واحد. Factories. هلأ factories جمع ولا مفرد؟ مصانع. مصانع معناته it's plural. plural معناته حطت لها where. وبخلي الverb الverb 3 من كلمة opened برضو opened لأنه regular verb فعل منتظم. هلأ هون بيحكي لي إنه الفاعل غير مهم، فأنا بديت المفعول به عليه، فبحكي by companies. حطيت المفعول به، الأوبجكت جمع، حطيت where الverb 3 من الفعل opened، بعدين حطيت by companies، خليت السبجكت آخر واحد. ليه؟ لأنه مو مهم. عرفت حطيته ولا ما حطيت الجملة صحيحة. Factories were opened، المصانع فتحت. طب المصانع فتحت من الشركات، إنه الشركات هو يعني اللي فتحتها، برضو الجملتين بتكون صحيحة. ناخذ جملة تانية. هاي عندنا الجملة التانية. The gum wasn't advertised. أنا هون عندي the gum هي عبارة عن الأوبجكت. The gum singular or plural. It's singular معناته والنفي، هو مو هون حكي لا بدي أنفيها، بدي أحط not wasn't. الverb 3 من كلمة advertised تصير advertised، معناته the gum wasn't advertised يعني العلكة ما أعلنوا عنها، لم يعلن عنها. هلأ مين هم اللي أعلنوا عنها؟ مو مهم، ما بدي أعرف الفاعل، أنا هون عندي مو مهم، معناته العلكة ما أعلنوا عنها. تمام، خلينا نشوف الأسئلة الموجودة بالكتاب على أساس نستوعب القاعدة أكتر. خلينا نشوف exercise 3. complete the sentences use the present passive. حكي لي هون أنا بدي أستخدم the present passive، معناته present passive is are، إذا كانت نفي بدي أحط not، isn't، aren't، معاها verb 3. طيب الأولى تي isn't grown in England، الشاي لا ينمو في إنجلترا، معناته تي مفرد، معناته حطيت isn't مع الverb 3. طيب جينز وير باي a lot of people، جينز اللي هو بلاتين الجينز، ها الجنس بحكي لي بيلبسوا باي، باي يعني دايما بعديها السبجكت، بيلبسوا مين؟ العديد من الناس. هلا انا هون عندي الجنس هو بلورال، معناته بدي احكي ار. الفيرب 3 من كلمه وير worn باي a lot of people. اوكي يا سادس، حطيت is او ار، انا عندي الاوبجكت عندي يا بلورال، معناته حطيت ار مع الفيرب 3 worn. a lot of pizza in Italy، هلا انا عندي a lot of pizza، العديد من البيتزا، يعني singular or plural؟ معناته plural، حكيت ار والايت الفيرب 3 منها eaten. اوكي magazines not sell here، magazines انا هون عندي اياها المجلات plural، معناته بحكي aren't. ليه aren't؟ لانه انا هون عندي not، معناته magazine aren't. الverb 3 من sell sold. thousands of emails، آلاف من الإيميلات عندي إياها plural، معناته are. sent الverب 3 منها sent. these t-shirts plural
ار عندي نات معناته ارنت. الميك الفيرب 3 منها ميد، معناته انا فقط حطيت از او ار مع الفيرب 3. اوكي خلينا نشوف اكسرسايز 4. write sentences used past passive. past passive يعني was where اذا كانت not wasn't weren't مع verb 3. the first chocolate bar not eat in Europe. بحكي لي the first chocolate bar أول لوح شوكولا هو مفرد، فعندي wasn't not eaten in Europe. televisions invite in that one 20th century. هلا أنا هون اللي بدي أعمله إنه بدي أخلي الأول كلمة capital televisions. بدي أحكي televisions plural معناته بحكي are. الverb 3 من invite invited وبكمل الجملة. طيب our school بحكي our ال O capital our school مدرستنا هي is not يعني isn't. الverb 3 من build بلت وبكمل الجملة. Our school isn't built. The first video game بحكي the capital. The first video game عندي الفعل make. هلا اول لعبه هاي معناته عندي اياها انا is والverb 3 من make made is made وبكمل الجمله. eyes lolis capital letter عندي اياها انا ايش جمع معناته are والverb 3 من create created بس بضيف لها d created بس بدي اضيف لها شو d. اخر واحدة the present not deliver on his birthday بحكي t صارت capital. the present انا عندي اياها singular معناته isn't. deliver الverب 3 منها delivered ed وبكمل الجملة. the present isn't delivered معناته أنا بس بعمل بالفعل إني بحط له يا is يا are مع الverb 3. كان عندي not بضيف not. يا سادس أنا هون عندي ياها past where هون أنا عندي بدل ال R ده تصير where wasn't is ده تصير was إحنا حكينا ال past بما إنه أنا عندي past معناته أنا بدي أحط يا was يا were. سوري على هاي الخربطة. معناته نرجع نعيد televisions were invented were invented. اوكي استخدم يا was يا were ليه لانه هو حكي لي انه past simple معناته televisions were invented بما انه انا حكي past were. Our school wasn't. Our school wasn't. Wasn't built. Games weren't. هون أنا عندي games تصير where. الgames تصير عندي هون where بدل الr
وير. خمسة جمع معناته تحكي وير. ستة وزنت معناته أنا عندي اثنين بدي أحكي هون وير invented our school wasn't built the first video games were made isolates were created the present wasn't delivered R-A-D. اوكي هاي رجعت حليتهم هون عندي انا يا وير او ورنت ات واز او وزنت. اوكي تمام معناته هاي عندي انا قاعدة البريزنت والباست باسيف ويعطيكم العافية.